اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اهدنا لأحسن الأقوال والأعمال والأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأقوال والأعمال والأهواء والأدواء، يا سميع الدعاء، يا ذا المن والعطاء، يا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. ونسألك اللهم فواتح الخير وخواتمه، وأوله وآخره وجوامعه وباطنه وظاهره، والدرجات العلى من الجنة، والدرجات العلى من الجنة، والدرجات العلى من الجنة، يا ذا العطاء والفضل والمنة. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، وقض الدين عن المدينين، وفك أسر المأسورين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك بعزك الذي لا يرام، وملكك الذي لا يضام، وبنورك الذي ملأ أركان عرشك، أن تعتق رقابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وولاتنا وعلمائنا وأزواجنا وذرياتنا وأقاربنا وذوي رحمنا ومن أحبنا فيك ومن أحببناه فيك من النار، برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واخذل الطغاة والظالمين وسائر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا،
واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق إمامنا بتوفيقك وأيده بتأييدك. اللهم وفقه لهداك واجعل عمله في رضاك، وهيئ له البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه. اللهم وفقه ونائبه وإخوانه وأعوانه إلى ما فيه صلاح البلاد والعباد. اللهم وفق قادة المسلمين، اللهم اجعلهم لشرعك محكمين ولسنة نبيك صلى الله عليه وسلم متبعين ولأوليائك ناصرين. اللهم احفظ على هذه البلاد عقيدتها وقيادتها وأمنها واستقرارها ورخاءها وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أرادنا وأراد ديننا وأمننا بسوء فأشغله بنفسه ورد كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره يا سميع الدعاء. اللهم أدم على هذه البلاد خدمة الحرمين الشريفين ونصرة قضايا المسلمين في كل مكان. إلهنا 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 وخالقنا وبارئنا ومولانا، إلهنا إلهنا وخالقنا ورازقنا ومولانا، يا من لا يهزم جندك ولا يخلف وعدك. نسألك اللهم أن تنصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم انصرهم في فلسطين، اللهم أنقذ المسجد الأقصى من المعتدين، اللهم اجعله شامخا عزيزا إلى يوم الدين. اللهم كل إخواننا في سوريا، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، اللهم إنهم مظلومون فانصرهم، اللهم إنهم مظلومون فانصرهم، اللهم إنهم مظلومون فانصرهم يا ناصر المستضعفين ويا منجي المؤمنين ويا رب العالمين. إلهنا عظم الخطب واشتد الكرب على إخواننا المسلمين، فاللهم عجل بنصرهم يا قوي يا عزيز. اللهم كل إخواننا في بورما وفي كل مكان يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عليك بالطغاة الظالمين الذين سفكوا دماء المسلمين وأهانوا المؤمنين ولم يرحموا الشيوخ والأطفال والنساء. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعلهم عبرة للمعتبرين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك التوفيق لما تحب وترضى، نسألك اللهم مسألة المساكين، ها نحن عبادك الفقراء إليك المنطرحون بين يديك، نسألك مسألة المساكين وندعوك دعاء الخائفين، دعاء من خضعت لك رقابهم وذلت لك جباههم ورغمت لك أنوفهم وذرفت لك دموعهم. اللهم لا تفرق جمعنا هذا في هذه الليلة المباركة وفي هذا المكان المبارك إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل متقبل مبرور يا عزيز يا غفور. اللهم إنا نسألك خير هذه الليلة نورها وبركتها وهداها. اللهم ما أنزلت فيها من خير وصحة وسلامة وسعة رزق فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب، وما أنزلت فيها من شر وبلاء وفتنة فاصرفه عنا وعن المسلمين
برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم لا تردنا خائبين، اللهم لا تردنا خائبين، اللهم لا تردنا خائبين، ولا عن بابك مطرودين، ولا من رحمتك محرومين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا ودعاءنا وسائر أعمالنا، اللهم اجعلها كلها صالحة ولوجهك الكريم خالصة يا أكرم الأكرمين ويا أجود الأجودين. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما، برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد الحبيب المصطفى والرسول المجتبى والنبي المرتضى وعلى آله الشرفاء وصحبه الأوفياء والتابعين ومن تبعهم بإحسان ما دامت الأرض والسماء. الله أكبر. الله